تفضل أخي عائض من الرياض معنا على الخط أيضا، تفضل. هلو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. مسيك بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير. كيف الحال طال عمرك؟ وياك الله. الله يبارك فيك ويطول عمرك ويحسن إليك طال عمرك. وياك أنت. إحنا وياك وكل مسلم إن شاء الله. أنا يا شيخ أنا عندي سؤال، الله يرضى لي عليك يا شيخ والله. نعم. هو أنا علي يوم من رمضان طال عمرك ولا صمت طال عمرك، جاء رمضان ولا صمت طال عمرك، ما أدري وش الحكم الله يرضى لي عليك على هذه المسألة طال عمرك. إذا كنت تركت القضاء قبل دخول رمضان الجديد لأنك معذور، العذر مستمر معك، فليس عليك إلا القضاء بعد رمضان، تقضي هذا اليوم بعد رمضان. أما إذا كنت متكاسلا ولا عذر لك ودخل عليك رمضان الجديد وعليك صوم من رمضان السابق، فعليك أمران، الأمر الأول القضاء، والأمر الثاني إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير. نعم.